في متابعة للقضية المرفوعة ضد التجمع الدستوري الديمقراطي، معنا الأستاذ فريد العلاقي لمزيد من التوضيحات. أستاذ فريد، سمعنا اللي فما بحثة حل في القيادات السابقة متاع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. هي مجموعة من المحامين قدموا بعريضة بتاريخ 7/2011 للمطالبة بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من الكوادر التي كانت موجودة في هذا الحزب. بتاريخ 21 فيفري، النيابة العمومية بالمحكمة الفدائية بتونس قررت في فتح بحث تحقيقي من أجل فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات السرقات والاستيلاءات التي تمت في العهد البائع، وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من جديد اليوم محمد الغرياني، عبد الله القلال، رضا شرقوم، زهير المظفر، عبد الرحيم الزواري، عبد العزيز بن زياء، وحمد القروي، وكمال مرجان، وعبد الوهاب عبد الله، وكل من يكشف عنه البحث طبقا للفصل 32 و95 و96 مجلة الإجراءات الجزائية، وطلبت النيابة العمومية من قاضي التحقيق المتعهد في هذا البحث بإصدار البطاقات القضائية اللازمة. بطاقات قضائية لازمة، يعني هما توا بحال سرح، هما توا تفتح بحث تحتهم على ضوء التحقيقات اللي باش يقوم بها قاضي التحقيق المتعهد، هو اللي يختار إبقاء هؤلاء بحال سراح أو يصدر فيهم بطاقات إيداع إلى حين اختتام قرار ختم البحث اللي ينجم يحيل هؤلاء الأشخاص إلى دائرة الاتهام لتقرر ما تراه صالحا في شأنهم، أو يحفظ التهمة. وهنا النجم القائمين بالدعوة يسلم هالقرار. الإجراءات هذه وقتش منتظرها؟ والله هو من ناحية القانونية قاضي التحقيق المتعهد عنده 6 أشهر باش يكمل الأعمال بتاعه، ونجم يمدد معناها الأعمال بتاعه معناها بقرار واحد آخر مدة أخرى. دونك ننتظر في القريب تصريح بأنهم باش يكونوا في حالة صراحة وإلا في حالة إيقاف. زي ما نجم حتى حد نجم يحكي فيه، لأنه قاضي التحقيق المتعهد وحده طبقا للمؤيدات والتصريحات تاع النسبية والأبحاث اللي باش يقوم بها، على ضوء الأبحاث اللي باش يقوم بها ينجم يصدر قرار بإيداع بطاقة إيداع بالسجن أو يبقي هؤلاء بحالة صراحة. شكرا.